ينضم إلينا من تونس مراسل الغد ياسر دبابش. ياسر، كيف يجري تصويت التونسيين في الخارج على مشروع الدستور الجديد للبلاد؟ حسين، بالفعل يعني التونسيون في الخارج يبدأون اليوم في الإدلاء بأصواتهم بشأن مشروع الدستور الجديد. طبعا هناك أول المكاتب الخارجية التي تم افتتاحها، أقصد هنا مركز التصويت والاقتراع تحديدا في مدينة سيدني الاسترالية قبل نحو 12 ساعة من الآن، وبعد ذلك تدريجيا سيتم فتح مراكز التصويت في باقي البلدان التي سيدلي بها التونسيون في الخارج بأصواتهم على الاستفتاء المقترح من مؤسسة الرئاسة التونسية والتعديلات الدستورية. طبعا نستطيع القول بأن هناك ما لا يقل عن 350 ألف تونسي يحق لهم التصويت في الخارج موزعين على عشرات الدول. هيئة الانتخابات التونسية أتمت كافة الاستعدادات اللوجستية والتقنية وأيضا الفنية للبدء بالتصويت حول مشروع الدستور بالخارج. هناك ما لا يقل عن 1500 فرد وعضو كلفتهم الهيئة بتأمين مراكز الاقتراع الخارجية. كذلك الحال فإن هيئة الانتخابات بالخلف تماما، هنا تم افتتاح المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات في قلب العاصمة التونسية، تتم متابعة إدلاء التونسيين بالخارج بأصواتهم عن كثب. هناك غرفة عمليات، وأيضا سيتم عقد مؤتمر صحفي بعد قليل للحديث عن مجريات انطلاق التصويت في الخارج والذي يتواصل على مدار 3 أيام بدءا من هذا اليوم. وكذلك الحال سيكون هناك مؤتمر في المساء صحفي لهيئة الانتخابات حول الحديث عن نسب المشاركة في التصويت على مشروع الدستور بالخارج. ربما هناك حالة من التفاؤل لدى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن تكون المشاركة واسعة من قبل التونسيين في الخارج.